معنا الآن على الهاتف هيثم النواهي، الصحفي في جريدة الأخبار، والنهاردة كان في الطب الشرعي وشاف تقارير الطب الشرعي الخاصة بضحايا الحرس الجمهوري. هيثم، مساء الخير. مساء الخير يا زورولا. ما الذي جاء في تفاصيل الطب الشرعي يا هيثم؟ هو المنشور في صحيفة الأخبار غدا. هو فعلا هو منشور بكره في جريده الاخبار، والتقرير انا طلعت النهارده من خلال مصدر في الطب الشرعي على الملامح الاساسيه للتقرير اللي بيتم اعداده. التقرير كان فيه بعض الحقائق خلينا نوضحها. اول حاجه ان عدد الجثث اللي تم تفتيحها لضحايا احداث اللي شهدها محيط دار الحرس الجمهوري كانوا 55 جثه، منهم 50 جثه معلومه وتم التعرف عليها وتم تشريحها وتسليمها للاهليه، ولسه في مصلحه الطب الشرعي في مشرحة بينهم 5 جثث مجهوله لم يتم التعرف عليهم حتى الان. الحقيقه الثانيه اللي اكدها التقرير من خلال اسماء والحصر للاسماء، واحنا منزلين اسماء كامله في تجريده الاخبار، هو عدم وجود أطفال أو نساء في التقرير زي ما أشيع أيوة، امبارح. ده أشيع قتلوا العيال وقتلوا النساء، صحيح. وده كان فعلا أنا كنت موجود امبارح بين الناس قدام مشرحة الطب الشرعي، وكان في عدد من الموجودين هناك كانوا بيروجوا لعدد من الشائعات، أولها إن تم قتل أطفال بطريقة وحشية وتم قتل نساء، وإن في ناس من ضباط متواجدين عشان تزوير التقارير، والكلام ده كله التقرير النهارده أثبت إن مفيش أطفال ومفيش سيدات، الضحايا كلهم ال 55 معظمهم شباب. خلينا بس نوضح إن كمان التشريح أثبت إن كل ال 55 ماتوا بطلقات نارية، 54 منهم طلق ناري اللي هو الرصاص، وحاله خرطوش. من خلال احد المصادر في الطب الشرعي اكد لي ان كل الجثث لم يستقر بها مقذوفات، يعني كل الطلقات سجل الدخول وخروج في الجثث ولم يعثروا على اي مقذوف عشان يقدروا يحددوا نوع السلاح اللي ضرب منه الطلقات. لكن كان في بعض الاجزاء المفتته من المقذوفات كانت تم العثور عليها داخل الجثث، والمصدر اكد ان السلاح اللي تم اطلاق الرصاص منه اسلحه اليه، سلاح الي، طلقات عيار 7 62. السلاح الالي ده شائع جدا وموجود دلوقتي في مصر خصوصا مع تهريب الاسلحه، لكن طبعا معروف ان الخرطوش مش موجود مع رجال الجيش، يعني ده حاجه بتنفي تماما ان الخرطوش ده يكون اطلقه حد من الجيش. كمان الاصابات الظاهر فيها لا جدا تاني هذه النقطه، يعني قصدك يا هيثم ان السلاح المستخدم مش سلاح الجيش، دي نقطه خطيره مش جدا، مش سلاح الجيش. وفي نقطه كمان هتاكد ده اللي انا بقولها لحضرتك، ان كل الحالات تسجيل الدخول وخروج للمغصوب، وده معناه اي حد في الطب الشرعي عارف ان لما السلاح يكون سجل دخول الطلقات دخلت وخرجت، يعني ده مضروب من مسافه قريبه مش من مسافه بعيده. وعلى حد كلامهم ان هم بيقولوا ان احنا كنا بنصلي في مكان أيوة. بعيد عن دار الحرس الجمهوري، فاستحاله المسافه الكبيره اللي هم بيتكلموا عنها انها 300 400 متر او 500 متر، استحاله ان السلاح يقدر يوصل للمكان اللي هم كانوا بيصلوا فيه ويسجل كمان دخول وخروج. طب برضو بس عشان الكلام يبقى واضح، دي حقائق في التقرير الطب الشرعي. ايوه يبان برضو، يعني في الطب الشرعي مثلا انه ساعه ما اتضربوا بالرصاص كانوا واقفين ولا ساجدين ولا ده، لان من الشائعات الكريهه الحقيقه الفظيعه اللي منرفزاني انا بشكل شخصي، انه بيقولوا انه الجيش خلاهم هم بيصلوا الفجر راح ضرب عليهم. انا سالت في النقطه دي تحديدا المصدر، واذا كان زي ما بيشيعوا ان كل الطلقات جت من الخلف، قال لي ان كل
اتحبست، مفيش حاجه، مفيش، ما نقدرش نقول الطلقات مش كلها جت من الخلف، في عدد كبير جدا متوصيل من الامام، وفي طلقات في اماكن متفرقه في الجنب وفي البطن، وده معناه ان السلاح مش كل الطلقات اتضربت من الخلف. يعني الكلام عن ان كل الاصابات من الخلف ده كلام غير صحيح. الاصابات في اماكن متفرقه من الجسم، سواء في الراس من الامام او في البطن او في الجنب حتى، يعني ده معناه ان مش كل الحالات تم اطلاق الرصاص عليها من الخلف. طيب خلينا ناكد بس على نقطه ثانيه مهمه جدا. اتفضل. عشان برضو الشائعات اللي بتتقال، وعشان نوضح اللي حصل امبارح قدام مصحه الطب الشرعي. حوالي الساعه 6:30 الاطباء، طبعا كان في اعلان حاله طوارئ في المشرحه، واستنجدوا بعض الاطباء او استدعوا بعض الاطباء من منطقه القاهره، يعني كان في حوالي 12 طبيب، وكان في قيادات المصلحه شغالين بايديهم، وكانوا عشان ده كله عشان يخلصوا سرعه اعداد التقارير وسرعه التشريح، وكمان يساعدوا الاهالي في انهم يستلموا. هم فوجئوا ان الاهالي بيعطلوا ومش عايزين يستلموا، لحد ما بقت عدد الجثث جوه في المشرحه كتير جدا، لدرجه ان هم كانوا بيضطروا يحطوهم على الحاجات اللي هي بيشيلوا عليها الجثث ويحطوهم على الارض، لان هم مش لاقيين مكان. وكمان عربيات الاسعاف عماله تجيب لهم حالات جديده ومش عايزين يسيبوها في عربيات الاسعاف في الشارع، فكانوا بيضطروا يدخلوا. اكتشفوا ان ده كله كان مخطط في النهايه، ان الساعه 6:30 فوجئوا ان الباب بتاع المشرحه لحظه دخول احدى الجثث، الناس دخلت بالقوه الى داخل المشرحه، واصطحبوا معاهم ثلاثه من وسائل الاعلام الاجنبيه مش مصريه، واعتدوا على الاطباء واصروا ان هم يصوروا الجثث كلها، رغم ان الاطباء اللي كانوا موجودين وقيادات المصلحه كانوا بيسمحوا لاهالي كل متوفى ان هو يدخل ويطلعوه على الاصابات اللي موجوده في الحاله الخاصه بيهم، يقولوا له اهوت هو مضروب في المكان الفلاني وهنلتفتك ده في التقرير. وكان في كمان سته من وكلاء النيابه كانوا موجودين جوه عشان يتم الموضوع في حياديه تامه، لكن فوجئوا ان كان في مخطط برضو ان الناس دخلت بالقوه واعتادوا على الاطباء وصوروا بوسائل الاعلام الاجنبيه، ده كله عشان يقولوا ان الناس سايبين الجثث ورامين الجثث على الارض، وان يبينوا ان حجم الموضوع كبير. لكن برضو في النهايه العدد اللي كان موجود من الاطباء اللي هم استدعوهم، يعني 55 جثه استاذه رولا اتشرحوا في، احنا بنتكلم من الساعه 11 او 12 الظهر لحد الساعه 7 8 مساء كانوا انتهوا من كل الجثث، لكن التاخير كان من الاهالي اللي كانوا بيخرجوا. بشكرك شكرا جزيلا هيثم النويهي زميلنا في صحيفه الاخبار، وهذه التفاصيل سوف تنشر غدا.